أهلا بكم في سلسلة إلكتريكال باور، الكول الكهربية لطلبة هندسة والكل مهتم بالكهرباء، إعداد المهندس كرولس رفعت. في حلقة النهاردة هنستكمل ستار تو ستار كونكشن، أو يطلق على ستار اللي هو الواي كونكشن، وهناخد النهاردة 4 كيسز. هنشتغل على بانل صغيرة خاصة بفولتات وتيارات صغيرة لكن اي سي، وكمان 3 فيز. وقلنا كمان إن عندنا الكونكشن جنريتور مع اللود، يا إما يبقى ستار تو ستار، وده اللي هنشتغل عليه النهارده. اول حاله 3 واير، ان انا مش بوصل نيوترال اللي هنا مع نيوترال اللي هنا، مش بوصله، يبقى كده 3 واير. اما لو انا وصلته يبقى كده انا شغال 4 واير. طبعا دي الحلقه الثانيه من سلسله ستار تو ستار كونكشن. اول حاجه هناخد لمحه سريعه على 3 فيز اي سي باور بانل. قلنا هنشتغل على البانل الصغيره، بمعنى فولتات وتيارات صغيرة لكنها AC وكمان 3 فيز. وهنبدأ بعرض سريع للوحة القدرة الكهربية ذات التيار وفرق الجهد ثلاثي الأول، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنتعامل مع الكهرباء المنزلية 3 فيز AC 220 فولت أو 380 فولت اللي هو line to line. هنشتغل دلوقتي تجربة start to start. هنشتغل في الأول 3 واير، بعد كده 4 واير، بس في الحالتين مع البالانس اللود. اول حاجه عندنا ده جنريتور. اول حاجه هعمل اون الجنريتور من هنا. الجنريتور هنا ده بتاعنا اهو، جنريتور سبلاي 3 فيز باور سبلاي، هعمل له اون من هنا الاول. عندنا 3 لاين زي ما انتم شايفين كده، الجنريتور جاي ستار تمام، او يطلق عليه واي كونكشن. عندنا هنا لاين 1 لاين 2 لاين 3، وده الجراوند بتاع الجنريتور. فانا همسك بالافو كده، هظبط الافو على وضع فولت، على وضع اي سي فولت عندي، يعني ما اظبطوش على دي سي، لا اي سي، انا هيس اي سي زي ما انتم شايفين كده. والكونكشن فوق على فولت الاحمر والاسمر على الارض. هنبتدي نوصل دلوقتي الاحمر على اللاين 1 والجراوند معايا كده. انا بقيس الفولت بتاع الفيز زي ما انتم شايفين كده، فولت الفيز تقريبا 7 فولت عندي. لو انا ثبت الجراوند احرك على لاين 2 هيديني برده كده 7، على لاين 3 مع الارضي هديني برضو 7 فولت. ده اسمه فولت الفيز، من الفيز او من اللاين للارض. طيب لو انا عايز الفولت بتاع اللاين من لاين تو لاين، بقصل البروب الاول على L1 والبروب الثاني على L2 كده، مديني 12 فولت. ده اسمه من لاين تو لاين او فولت اللاين بين اتنين لاين حي عندي. لو انا وصلت الاول مع الثالث برضو هديني 12، لو وصلت الثاني مع الثالث هديني برضو 12 تمام. وفعلا هنا لو قرينا هيقول لي 7 على 12، 7 ده فولت الفيز الواحده يعني من لاين للارضي، و12 اللي هو فولت اللاين تو لاين. والهرتز عندي بيقول ان هو 50 هرتز. طب تعال نتاكد ده، هنوصل ده على لاين واحد والثاني على الارضي مثلا، وهاجي هنا على فانكشن، اضغط على فانكشن وهيديني كده اللون الاصفر، لان فانكشن لون اصفر والناحيه الثانيه باللون الاصفر كده شغال انا هرتز، يبقى اداني 50 هرتز. ده الجنريتور عندي. هبتدي اوصل اللود عندي. اللود عندي هيبقى برضو ستار، هنشتغل احنا قلنا ستار. يبقى انا في البدايه هجيب ادي، هوصل ستار، ادي المقاومه الاولى هوصلها كده، انا عامل كونكشن هنا كده شورت، وادي المقاومه الثانيه والمقاومه الثالثه. احنا قلنا هنشتغل بالانسد لود. بالانسد لود يبقى احاول اجيب ثلاث مقاومات زي بعض، او ثلاث مكثفات زي بعض، او ثلاث ملفات زي بعض تمام. يبقى ادي المقاومه الاولى 1 كيلو، الثانيه 1 كيلو، الثالثه 1 كيلو. طبعا احنا هنشتغل مقاومات عشان يبقى الموضوع سهل تمام. لو لاحظنا هنا ان الثلاثه مشتركين في النقطه دي، النقطه دي هي نقطه الاشتراك زي هنا، زي ما شفنا هنا ادي الستار، في نقطه اشتراك ما بينهم اللي هي النيوترال. يبقى ده النيوترال بتاع الجنريتور اللي هو الارضي بتاعي هنا. اما لما انا اوصل كده الثلاثه يبقى عندي النيوترال بتاع اللود اللي هو النقطه اللي فوق دي اللي هاخد منها تمام. هبتدي اوصل دلوقتي 3 لاين عندي بالثلاث اطراف بتاعت ستار. يبقى قلنا دي ستار او واي كونكشن او يطلق عليها التي. هنوصل ال1 اهو، هنوصل ال2 بالنقطه دي، وادي ال3 تمام. والارض كده هوصله هنا بس مش هشتغل عليه في الاول. يبقى عندي كده ستار. هنوصل اول حاجه 3 واير. 3 واير عندي. يبقى انا هوصل هنا كده، هاخد النقطه الاولى بتاعت لاين 1 لطرف اللود الاولاني، هاخد بعد كده النقطة بتاعت لاين 2 من هنا على اللود التاني أو بداية اللود التاني، وأجي هنا كده على ال 3 على الطرف بتاع اللود 3 كده تمام. يبقى كده أنا شغال ستار تو ستار 3 واير، عشان أنا مش هوصل النيوترال اللي هنا. خلي بالك ده النيوترال بتاع المين؟ النيوترال بتاع اللود، وده النيوترال بتاع الجنريتور، مش هوصلهم. أنا كده شغال 3 واير.
هنقيس الفولتات والتيارات لكل فيز عندي في كل لاين. هنبص كده عشان اقيس الفولت بتاع الفيز، باجي على طرف اللود عندي هنا وبوصل بالنيوترال فوق. النيوترال اللي هو النقطة المشتركة اهي زي ما احنا شايفين كده واخدينها فوق. هظبط الفولتميتر على وضع مين؟ على وضع فولت طبعا. غير هنا ارجعه فولت تاني، فانكشن تاني كده طالع تقريبا 7 7. هو نفس الفولت بتاع الفيز بتاع الجنريتور عندي زي ما قلنا اللي هو كام؟ 7. طيب كده انا جبت الفولت بتاع الفيز بتاع اللود الاولاني. خلي بالك النيوترال ثابت للثلاثه، يبقى انا هثبت الاسمر ده. الاسمر ده هثبته مش هحركه من هنا. لو انا نقلت الطرف الاحمر على طرف اللود الثاني هيديني برده تقريبا 6.7، تقريبا برده 7 فولت. لو انا نقلت الطرف الاحمر على الطرف الثالث بتاع اللود الثالث هنا هيدينا تقريبا 6.8، تقريبا 7. هنلقى الفولت بتاع الفيز الخاص باللود بيساوي الفولت بتاع الفيز الخاص بالجنريتور عندي. كده انا شغال 3 واير. في نقطة تانية مهمة، انا عايز اقيس الفولت بين النيوترال بتاع اللود والنيوترال بتاع الجنريتور. بحط هنا كده، ادي انا شغال فولت برضو، اوصل هنا ده النيوترال بتاع الجنريتور مع النيوترال بتاع اللود، هيديني تقريبا 9 من 100 فولت، تقريبا 0 فولت، لان انا شغال بالانسد لود. كده انا قيست الفولت بين الجراوند والجراوند. ما ينفعش اقيس التيار بين الجراوند اللي هنا والنيوترال اللي هنا لان الدايره اوبن مفيش اتصال ما بينها. هبتدي اقيس تيار كل لاين. خلي بالك تيار اللاين هو نفس تيار الفيز لان انا شغال ستار، ستار تو ستار. عشان اقيس التيار عندي هجيب افو تاني او نفس الافو، هظبط البروب عندي على 100 ملي امبير والاسمر يبقى على الارض، تمام؟ هظبط الساعة عندي هنا على 100 على ملي امبير. وخلي بالك هتضغط فانكشن هنا عشان هو يبقى اي سي، لان في البداية ممكن يبقى دي سي، لا انا شغال اي سي، يبقى فانكشن تاني عشان يبقى العلامة اي سي، تمام؟ طبعا انا ظبطته على ملي امبير مش امبير، لان عندي هنا 7 ده الفيز او الفولت بتاع الجنريتور كفيز. لو انا قسمته على 1 كيلو هيطلع لي تقريبا في رينج 7 ملي امبير، فانا هظبطه على ملي امبير كفاية. لو الرينج اكبر من كده طبعا يفضل ان انت تظبطه على امبير. عشان اقيس التيار، التيار بيتقاس توالي في الدايره، فانا بفتح كده، انا بفتح اللاين. خلي بالك كده اللاين، عايز اقيس التيار بفتح كده اللاين وبحط كده بالفولتميتر الطرف الاحمر هنا مثلا وادي الطرف الثاني. كده انا قفلت الدايره بالاميتر، تمام؟ هنبص نلقاها تقريبا 6.5 ملي امبير زي ما توقعنا، تقريبا 7. ليه؟ في تولرانس طبعا في الدايره. ده كان البرانش الاول. خلي بالك تيار اللاين هو نفس تيار الفيز هنا، يعني تيار اللاين ده تيار اللاين عشان جاي من جنريتور، هو نفس تيار الفيز بتاع اللود الاولاني. كده مديني تقريبا زي ما قلنا 6.5 او 7. هنجيب تيار اللاين الثاني او الفيز الثاني، باجي افتح برضو دايرته واجي اوصل كده واوصل ايه هنا. كده انا قفلت البرانش ده بالمين؟ بالاميتر. مديني تقريبا كده برضو 5.5 ملي امبير، برضو قريبه جدا. طبعا طبعا ممكن يبقى فيه مشكله في البروب هنا ولا حاجه، عشان هو المفروض يديني 6.5. هنرجع الدايره تاني لاصلها. هنجيب تيار البرانش التالت، ان انا هاخد كده هوصل هنا واجي اوصل كده. كده انا بقفل البرانش ده بمين؟ تقريبا 6.5. لو لاحظنا هنا هنلقى التلات تيارات متساويين في البالانسد لود 3 ستار تو ستار مين كونكشن. خلي بالك انا مش موصل النيوترال مع النيوترال اللي هنا، ما ينفعش اقيس التيار ما بينهم لان الدايره مفتوحه خلاص، لكن ينفع اقيس الفولت زي ما قسنا في الفولتات. دي كانت اول تجربه، يبقى ستارت وستار 3 وايرز معايا بالانسد لود. هنكرر التجربه تاني بالانسد لود مع 4 واير، نفس التجربه ما فيش اختلاف. ايه اللي هضيفه؟ ان انا بس هجيب كده واير هوصله من نيوترال اللي فوق، نيوترال بتاع الكونكشن اللي هو بتاع ستار لود مع النيوترال بتاع الجنريتور، تمام؟ هنبتدي نعيد القياسات تاني. طبعا انا مش هقيس اعيد قياسات الجنريتور، هي نفس القياسات. هنبتدي نقيس مين؟ الفولت بتاع الفيز لكل لود عندي. نرجع تاني هنظبط برضو الفولتميتر على وضع الفولت عندي وفولت اي سي ما تنساش. هنروح هنا نوصل، ادي الاحمر، وهنثبت الاسمر ده هنا كده. ده نيوترال بتاع اللود تقريبا 7 فولت زي ما انتم شايفين، برضو مفيش اختلاف 7 فولت اهو. هنقل بس الطرف الاحمر ده على طرف اللود الثاني تقريبا برضو 6.7، تقريبا 7 طبعا زي ما قلنا في تولرنس بسيط في المقاومات. هنروح نوصل على الطرف الثالث بتاع اللود تقريبا 6.8 7 فولت.
ده كده انا وصلت او قست الفولت بتاع الفيز بتاع كل واحده الخاص باللود. طب انا مش انت موصل نيوترال بنيوترال؟ اه، قيس الفولت بين النيوترال والنيوترال، بين الجراوند بتاع الجنريتور والجراوند او نيوترال بتاع اللود، وصلت الاثنين بقيس الفولت تقريبا زيرو. لو لاحظنا في الحاله الاولانيه كان 9 من 100 يقترب من الزيرو، لا هنا زيرو فعلا لان انت عامل شورت سيركت بين الاثنين نيوترال. طيب هنبتدي دلوقتي نقيس التيارات. اقيس التيارات ازاي؟ زي ما اتعلمنا، هنروح للافو بتاع التيارات، نرجع تاني نظبط على ملي امبير والساعه على ملي، وما تنساش لازم يبقى قاسي. هنرجع تاني هنا هنبتدي نفك برانش برانش، هنشوف التيار بتاع كل برانش. خلي بالك تيار اللاين هو تيار الفيز في الثري ثري كونكشن او ستار كونكشن. طيب هنوصل ده مع ده، انا كده بقفل البرانش كده تقريبا 6.4 ملي امبير، يقترب من السبعه. تمام. طيب هنرجع الدايره تاني لاصلها، هنقيس تيار اللاين التاني، هنفتح المسار بتاعه اهو كده تقريبا 6.5 برضه. هنرجع المسار تاني، ما تنساش ترجع المسار لاصله قبل ما تكمل قياسات. نفتح تحت كده نوصل ده من ده، بقفل البرانش التالت كده مديني تقريبا 6.9 تقريبا 7 ملي امبير كده برضه. تمام. طيب هنرجع البرانش ده لاصله. لاحظنا ان الثلاث تيارات في الثلاثه لود عندي متساويين، يبقى تيار الفيزز في الثلاثه متساويين وبيساوي تيارات اللاين برضه في الثلاثه. هنروح نقيس التيار من النيوترال للنيوترال اللي هو الطرف الكومن الرابع اللي انا ضفته. اول حاجه هفتح المسار، افتح المسار ان انا اضيف دي في اي حته كده بره، وابتدي اوصل بين النيوترال الجنريتور مع النيوترال مين اللود. هنقيس تقريبا تيار تقريبا طالع لي 2 أو 4 من 100 وخمسة من 100 ملي امبير، تقريبا يقترب من الزيرو ملي امبير. ده كانت مين الستار تو ستار، ستار تو ستار بالانس لود فور واير كونكشن. طبعا قلنا الثلاثة لاين وادي الجراوند، ووصلنا ستار تو ستار. كام دقيقة اللي فاتوا احنا وصلنا ستار تو ستار بالانس لود، ان الثلاث مقاومات متساوية. لا هنا انا هوصل الثلاث مقاومات مش متساويين، هوصل مقاومة 1 كيلو احطها هنا، ده البرانش الأول. هوصل مقاومة 680 أوم في البرانش الثاني، هوصل مقاومة 470 أوم في البرانش الثالث. كده أنا شغال برضو ستار، خلي بالك هنا أو واي كونكشن. مازال الثلاث أطراف بيتلاقوا هنا في نقطة الكومن أو النيوترال، ووصلت الثلاثة لاين كل لاين بطرف من اللود فيهم. يبقى كده أنا شغال إيه؟ ستار تو ستار 3 واير فقط بس أنبالانسد لود. هنبتدي نقيس الفولتات، طبعا فولتات الجنريتور هي ما اتغيرتش، هنقيس بس الفولتات الخاصه باللود. زي ما قلنا بنوصل الاسمر ده بالكومن، انا بقيس فولت خلي بالك، وبوصل الاحمر ده على طرف من الاطراف بتاعت اللود. خلي بالك لازم يبقى مظبوط على فولت ومظبوط هنا على فولت اي سي، ولازم يبقى اي سي ظاهر على الشاشه عندك فوق. هنبتدي نقيس كده اسمه فولت الفيز. فولت الفيز عندي هيطلع كده 8 تقريبا، 8 ليه؟ لان دي اكبر مقاومه فيهم، فالاكبر مقاومه بتديني اعلى فولت. تعال نتاكد. تمام، هننقل الطرف ده على الطرف الثاني بتاع المقاومه الثانيه. كده انا بقيس الفيز او الفولت بتاع الفيز بتاع اللود الثاني او المقاومه الثانيه. تمام، مديني تقريبا 6.5، الاولاني كان 8 تقريبا ونص، في فرق هنا. طيب تعال نوصل كمان على الطرف الثالث، اداني كام؟ اه 5.5. هنلقى فيه دروب في الفولت ليه؟ لان الاولى 1 كيلو ادتني اعلى فولت، الثانيه 680 اقل منها شويه ادتني فولت اقل، دي 470 فادتني فولت اقل كمان، اقلهم في الفولت. طيب كده انا قست الثلاثه فولت بتاعت مين؟ الفيزز عندي. طيب لو انا وصلت بين النيوترال اللي هنا والنيوترال اللي هنا عشان اقيس الفولت كده تقريبا، بصوا كده تقريبا 1.6 فولت، يعني في ديفرنس بين الاثنين. خلي بالك انا ظابط اي سي ما تنساش، يبقى 1.6. جه من فين الفرق ده؟ عشان عندي انبالانسد لود. طبعا انا ممكن اضيف حاجه ثانيه، ان انا اقيس الفولت بين اللاين واللاين. لما اقيس الفولت بين اللاين واللاين الخاص باللود يبقى اوصل بين هنا وهنا، كده انا وصلت بين طرف اللود اللي هنا طرف اللود هنا. انا بجيب الفولت بين اللاين الاول وفولت بين اللاين الثاني، ده اسمه اللاين فولتج. تمام، هيطلع 12 طبعا، هيطلع نفس اللاين فولتج بتاع الجنريتور خلي بالك اللي هو 12 فولت، مفيش اختلاف. ممكن على فكره تنقل دي برده هنا، يعني لو نقلنا دي هنا برده الفولتج لاين عندي هيطلع تقريبا 11 ونص تقريبا 12 برضو. ممكن ننقل دي هنا كده تقريبا برضو 11.2. الفولتج لاين اللي الثلاثه متساوي هي نفس الفولتج لاين بتاع الجنريتور.
بس خلي بالك الفولت بتاع الفيز، قلنا فولت الفيز بيبقى بين اللاين والكومن بتاع اللود، ده اسمه الفولت بتاع الفيز الخاص باللود 8، لكن بتاع الجنريتور 7، يعني في اختلاف بين الفولت بتاع الفيز الخاص باللود بين والفولت بتاع الفيز الخاص بالجنريتور، في فرق طبعا. خلاص ليه؟ عشان عندي امبالانسد لود. لكن الفولتج لاين بتاع اللود هو نفس الفولتج لاين بتاع الجنريتور في ستار تو ستار كونكشن ان كان نوع اللود. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح نقيس التيارات في كل برانش. هنظبط ده طبعا، ده اوف اهو، هنظبطه على ملي. تمام، ملي امبير. خلي بالك ان شغال اي سي، يبقى فانكشن تاني عشان تظهر علامه الاي سي. تمام، طبعا قلنا ملي عشان اقصى تيار عندنا، هنشوف دلوقتي مش هيتخطى الرينج الملي، لان الرينج الملي 400 ملي، مش هيتخطى الرينج. هنقيس تيارات كل لاين، هنفتح اول لاين وهنوصل كده هنا الطرف ده مع الطرف مع النقطه دي. انا كده قفلت المسار عندي تقريبا 9.1 ملي امبير، خلي بالك. تمام، او تقريبا 9. خلاص ده اللاين، خلي بالك ده تيار اللاين، وهنا نفسه تيار الفيز في الستار كونكشن. تيار اللاين هو نفس تيار الفيز. وصل، هروح للبرانش اللي بعده. هنيجي كده برضو ما زلت على وضع التيار، كده بقفل المسار. هنا مديني كام؟ 11 بي، اعلى من اللي فات، اعلى. تمام، نرجع تاني نفتح المسار ده، نقيس التيار تقريبا 13 ملي امبير، اعلى من الحالتين اللي فاتوا. تمام، نرجع المسار تاني. قلنا ان المسار ده اداني اعلى تيار عشان هو اقلهم مقاومه، فالاقل مقاومه بيديني اعلى تيار. خلي بالك تيارات اللاينز هنا بتساوي تيارات الفيزز عندي. ده في حاله ان انا شغلت ستار تو ستار 3 واير امبالانسد لود. هضيف حاجه بس دلوقتي، هخليه 4 واير بدل 3 واير. ازاي؟ زي ما احنا شرحنا في الحاله الاولانيه مع البالانسد لود، هنكرر الكلام تاني مع الامبالانسد لود، ان انا هاخد النيوترال ده مع النيوترال بتاع الجنريتور. تمام، وهعيد قياس تاني الفولتات. تمام، زي ما انتم شايفين كده هعيد قياس الفولتات، جبت الافو ظبطه على وضع فولت طبعا اهو، واي سي برده ما انساش. هبتدي اقيس الفولت بتاع الفيزز، يعني بين الفيز هنا بين طرف اللود والنيوترال. فين النيوترال؟ اللي هو الكومن بتاع اللود عندي، انا بقيس خاص باللود. تقريبا انا ثبتت السمره دي كده اهو 6 و7، مفيش تغيير، نفس القراءه بتاعت الجنريتور. الجنريتور كان تقريبا مديني 6 و7 و6 و8، نفس القراءه. تمام كده، مين ده؟ الفيز الاولانيه اهي مع الفيز الثانيه، ان انا اغير بس طرف المين، الطرف الاحمر الخاص بالافو. 6 و7 هنا مع الطرف الثالث، 6 و7 برضو، 6 و7. هنلقى الثلاث فولتات الخاصين بالفيزز للود عندي متساويين، على الرغم ان اللود امبالانسد. ليه؟ لان انا موصل النيوترال اللي هنا مع النيوترال اللي هنا. طب تعال كده نقيس الفولت بين النيوترال اللي هنا مع النيوترال اللي هنا اهو. طبعا هنا ملمسها شويه، بصوا معايا كده، لما انا وصلت الفولتميتر بين طرف النيوترال هنا والطرف النيوترال اللي هنا، مديني تقريبا كام؟ 2 من 10 او 2 من 1000 كمان فولت، يعني يقترب من الزيرو. على الرغم ان في الحاله اللي فاتت اللي كانت 3 واير كان مديني فرق فولت بين النقطتين 1.6 تقريبا فولت. لا، هنا اقترب من الزيرو. ليه؟ لان انت وصلت النيوترال مع النيوترال. تمام، وخلي بالك كمان في نقطه ثانيه، قلنا ان الثلاثه فولت الخاصين بالفيزز عندي باللود متساويين، بيساوي نفس الفولت بتاع الجنريتور. طب لو انا قست الفولت بتاع اللاين، يبقى بين اللاين لللاين عندي 12 فولت هنا. طب لو انا حركت كده، يبقى بقيس بين اللاين 2 واللاين 3 كده برضه 12 او تقريبا 12، عشان في تولرنس صغير في المقاومه. فبالتالي اختصار التجربه اللي احنا عملناها، ان احنا وصلنا ستار تو ستار، الفولت بتاع الفيز بيساوي بتاع جنريتور بيساوي الفولت بتاع الفيز الخاص باللود في حاله ان انت وصلت النيوترال مع النيوترال. تمام، مش بتتاثر معاه في حاله هنا اللي ايه؟ امبالانسد لود. هنروح نقيس التيارات في الحاله الثانيه، رجعنا ثاني وضع ملي امبير اي سي طبعا. هنقيس التيارات، هنبتدي هنا نفتح البرانش الاول وهنبتدي نقيس التيار اهو كده. تيار البرانش الاول كام؟ 9.2 ملي امبير. هرجع تاني، هروح للبرانش التاني نفتحه، هنقيس التيار تقريبا 11، بيبقى اعلى شويه لان في فرق في المقاومات قلنا. تمام، نرجع البرانش التالت، نوصل تقريبا 13 او 14 و6 زي ما قلنا. يبقى التيارات بتختلف عشان المقاومات مختلفه، اللي اقلهم مقاومه بتمرر لي اعلى تيار. تمام، لكن الفولتات ثابته زي ما قلنا.
طبعا انا هفتح المسار ده، هفتح المسار ده واقيس التيار في المسار ده كام. خلي بالك هقيس التيار اهو، هنا انا فتحت المسار هوصل النقطة دي ب ده، يبقى انا وصلت النيوترال بتاع اللود مع النيوترال بتاع الجينيتور عن طريق الاميتر عشان اقيس التيار. بص هنا التيار اللي ماشي في الطرف النيوترال تقريبا 8 ملي امبير وليس زيرو، يعني النيوترال هنا مارر فيه تيار قيمته 8 ملي امبير مش زيرو، ان ده نتيجه ان انا عندي امبالانسد لود. ودي كانت نهايه التجربه الثانيه. وطبعا زي ما قلنا هنا في التجربه دي هي دي الفور واير امبالانسد لود، تيار الفيز هو نفس تيار اللاين. تمام، وبكده انتهت تجربة ستار تو ستار كونكشن. ولو عندكم اي اسئلة او استفسارات سيبوها لنا على هيئة التعليقات اسفل الفيديو. ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله.